وبولاية بسها تمكن أعوان الحماية المدنية بالتنسيق مع أعوان الغابات مدعومين بأفراد الجيش الوطني الشعبي تمكنوا من إخماد حريق غابة العاطف بعد 3 أيام من نشوبه، متسببا في إتلاف مساحة غابية تزيد عن 250 هكتارا. عملية سخرت لها تعزيزات خاصة للحماية المدنية قادمة من الولايات المجاورة. وجندنا كل الوسائل المادية والبشرية للتدخل في الوقت المناسب لإخماد هذا الحريق اللي هو في مكان تضاريس صعبة في جبال أودية، أماكن صعبة الوصول إليها مع رياح قوية مع شدة الحرارة. نوعا ما العمليه، ولذا سطرنا اولويات. الاولويه الاولى تاعنا كانت حمايه ارواح المواطنين الاحياء القريبه من موقع الحريق، وكذلك الحياه تاع الاعوان اللي يتدخلوا في عمليه الاطفاء. الاولويه الثانيه كانت تطويق الحريق في مكان معين وعدم السماح لانتشاره في اماكن مجاوره.